شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، وتفقد جانبا من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته. واستمع مدبولي لشرح حول الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى. وأكد مدبولي خلال الافتتاح حرص الدولة على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وتقديم مختلف عوامل الجذب للقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين.